الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے سامنے کھانا تھا وہ رکھا گیا ایک صحابی آئے انہوں نے آتے ہی کھانا شروع کر دیا جب آگے لقمہ رہ گیا رکھنے لگے بسم اللہ میں ہوا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی تو شیطان کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہو گیا تھا جیسے اس نے بسم اللہ اولہ آخر کہا تو شیطان اپنے منہ میں انگلی مار کر اس کھانے کو الٹی کر کے ڈال دیا تو جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ برکت والا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب اس کی اتنی برکتیں ہیں تو جس کھانے پر چند سورتیں پڑھی جائیں گی اس کھانے کا الگ کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القتل وقنا عذاب المرض وقنا عذاب جهنم وقنا حساب الميزان ربنا بل المسجد المشرف وصلي الصلاة في محفل فوق يبلغ بعد وعن يدرك يا رب العالمين ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائیں یا رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا رب العالمین پریشان حال تمام کی پریشان
صاحب کے سارے ثواب کے لیے اس معافی کے بعد اہتمام کیا گیا. یا رب العالمین کو اس معافی کا ثواب پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین قبول یا رب العالمین وہ سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نیرہ میں ضرور کا ثواب پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین قبول یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تھے مسلمان اس میں اپنے مقصد ہوئے ان کے ماں کو پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین قبول سلام